السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدون التقني سلام السعد. اليوم نوضح الموضوع نحو الانترنت الصحي وطريقة الاتجاه واستخدام الانترنت بشكل صحي ومعرفة المخاطر من شبكات الانترنت والحواسيب أو الهواتف المحمولة. ننتقل المقدمة. يجب علينا أن ندرك بأن كثرة الوقت المهدور في استخدام الانترنت عبر أجهزة الهواتف أو الحواسيب المكتبية والمحمولة ومما يشكل علينا خطر أي الجنس البشري، والخطر يكمن في الإشعاعات المنبثقة وهي إشعاعات الكهرومغناطيسية. ولكي نتعلم طريقة محاربة خطر وأضرار الإنترنت من خلال التوازن بين الحياة الواقعية والافتراضية، أي يجب علينا التوازن بين الحياة الواقعية والافتراضية. وفي الصورة التالية نشاهد أو مقارنة بين الطفل أو الشخص الطبيعي كيف يفكر في الجهة اليسرى، يفكر في السعادة والجلوس مع العائلة واللعب مع الأصدقاء. وفي الجهة اليمنى نشاهد الفكر الافتراضي أو الطفل الافتراضي والشخص الافتراضي كيف يفكر في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وتيك توك ومواقع أخرى وألعاب رقمية أخرى. هنا نتعلم طريقة أو طرق تقليل وقت استخدام الإنترنت وتكمن في الآتي: أولا، مشاهدة التقرير اليومي والأسبوعي في استخدام التطبيقات الرقمية من خلال الهاتف المحمول أو الحواسيب، وذلك يوجد الكثير من التطبيقات الرقمية المتواجدة في المتاجر الرقمية مثل أبل ستور وبلاي ستور التي يمكنها مساعدتك في الاطلاع عن التقرير اليومي والأسبوعي في استخدام الهاتف. ثانيا، إيقاف تشغيل الإشعارات الغير مهمة في الهاتف المحمول، وذلك لكي تستطيع من تنظيم والتركيز عن الوقت أكثر من السابق، وأيضا لكي تتمكن من استخدام التطبيق لصالحك وليس لصالح الإشعار. أي في المختصر، لا تجعل الإشعار يتحكم بك، بل أنت أذكى من الإشعار وأنت من تتحكم في الهاتف والإشعار. ثالثا، حذف التطبيقات الزائدة والغير مهمة، وذلك عمل التركيز أو لغرض زيادة التركيز إلى تطبيقات محددة والاستفادة منها قدر الإمكان. رابعا، تقليل التواجد في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة التواجد مع الأسرة والتفاعل معهم، وذلك يساعدك في التركيز وعدم التشتت كثيرا في مختلف مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضية. هنا خامسا، محاولة خلق التوازن بين الحياة الواقعية والافتراضية. سادسا، محاولة منع الأطفال من استخدام الهاتف، وذلك لأن الطفل كائن اجتماعي وليس كائن افتراضي، وإذا كان الطفل له صلاحية أو قمت بإعطائه الصلاحية في استخدام الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت، فاعلم أن الطفل سيصبح كائن انعزالي لأن أعطيته صلاحية استخدام الهاتف والشبكات الافتراضية. وأيضا، استخدام الطفل إلى الهاتف والعالم الرقمي له أضرار جانبية، ومنها الغضب والتعصب وألم الأعين وانحناء وتقوس الظهر، وأحيانا احتمال يصاب في الاكتئاب والملل الشديد، وأيضا احتمالية تعرض الطفل إلى الكلمات المؤذية عبر الألعاب الرقمية الافتراضية والإعلانات المزعجة والاستغلال لغرض جمع المعلومات من الألعاب التفاعلية أو التطبيقات التفاعلية. وينصح دائما بأن تكون التوعية التقنية للأطفال قبل استخدام الهواتف والعالم الرقمي. وبالنسبة للعمر، يكون العمر أو السنوات يكون 10 سنوات أو أكثر. وأيضا عندما يكون 10 سنوات أو أكثر ينصح إلى استخدام الهاتف ساعتين أو لا يتجاوز ساعتين، وتكون المراقبة عن قرب وليس عن بعد، أي تكون الأسرة سواء تكون الأم أو الأب قرب الطفل في استخدام الهاتف. سابعا، استخدام الانترنت له فوائد كثيرة، ولكن هذه الفوائد رافقتها أضرار كان أثرها كبير. ومن فوائد الانترنت هي التواصل والتقارب الاجتماعي أي العولمة، وتسهيل العمل الروتيني والواجبات اليومية. ومن أضرار عالم الانترنت الافتراضي هي السرقة والاختراق الإلكتروني والنشر البرامج والإعلانات الخبيثة لغرض جمع المعلومات أو لغرض السرقة. ولكي نتعلم أو نقوم في محاربة جميع الأخطار، يتوجب علينا تقديم التوعية إلى الأسرة
تقديم التوعية التقنية إلى الأسرة. أولا هو تقوم الأسرة في دورها من تقديم التوعية التقنية للطفل بأسلوبها وبطريقتها الخاصة. هنا لمحاربة مخاطر الإنترنت يجب علينا أن ندرك ما هي المخاطر في العالم الرقمي وكيف نتفادى لها. أين نقوم في محاربتها؟ وتكمن في النقاط الآتية. أولا لكي نقوم في محاربة الانعزالية يتوجب علينا أن نقوم في تقليل أوقات التواجد في العالم الإنترنت أو عالم الإنترنت الرقمي وزيادة أوقات التواجد والتفاعل مع المحيط الحقيقي. ثانيا لكي نحارب ألم العين لدى الأطفال وكبار السن يتوجب علينا أن نقوم في إبعاد الهاتف أو من إبعاد الهاتف عن عيوننا قدر المستطاع. ثالثا لكي نحارب أضرار ألم العين وانحناء وتقوس الصدار يتوجب علينا أن نقوم في تخصيص وقت لممارسة الرياضة، ومن الأفضل أن تكون 45 دقيقة أو 30 دقيقة، وأيضا لا بأس أن تكون 10 دقائق في اليوم الواحد. رابعا لكي نحارب قلة الكلام ومشكلة الناطق لدى الكبار السن والأطفال يتوجب علينا أن نقوم في تحفيز الأطفال أو كبار السن إلى قراءة الكتب الملموسة وليست الرقمية يوميا أو كل يومين أو حسب الوقت المخصص. وهنا خامسا لكي نقوم في محاربة كثرة الوقت المهدور في استخدام الإنترنت لدى الأطفال وكبار السن يتوجب علينا أن نقوم في تخصيص وقت لاستخدام الإنترنت والعالم الافتراضي وأيضا من خلق التوازن. وأيضا يتوجب علينا أن نقوم في خلق التوازن بين العالم الرقمي والعالم الواقعي. والسادسة وهي الأخيرة لكي نحارب الهرمون التحفيزي وهو الدوبامين المسبب في تفقد الهاتف والإشعارات أي التنبيهات خاصة يتوجب علينا أن نقوم في إيقاف تشغيل الإشعارات في الهاتف المحمول، وذلك لأن الإشعارات أو التنبيهات تساعد على إفراز الهرمون في العقل وهو هرمون الدوبامين، وذلك لخلق التوازن والاستقرار في التركيز وعدم التشتت بين مختلف الأفكار. هنا وفي المختصر تكون النقاط كالآتي: أولا تقديم التوعية التقنية للأسرة. أولا وتقوم الأسرة بدورها من توعية أو توعية الأطفال بطريقتها وبأسلوبها الخاص. ثانيا لا ينصح في استخدام الهاتف المحمول من قبل الأطفال الذين أقل من 10 سنوات. ثالثا يجب أن نحافظ على التوعية التقنية لكي نتفادى الأخطار والبرامج الخبيثة. رابعا إبعاد الهاتف عن العيون لكي لا نسبب ألم في العيون مستقبلا. خامسا نقوم في إيقاف تشغيل الإشعارات لكي نحافظ على ثبات الأفكار واستقراريته وحذف التطبيقات الرقمية الغير مهمة. سادسا تقليل التواجد في المحيط العالم الرقمي لكي نقوم في خلق التوازن بين العالم الافتراضي الرقمي والعالم الواقعي. سابعا مشاهدة التقرير اليومي والأسبوعي في استخدام التطبيقات الرقمية من خلال الهاتف المحمول. هنا نتعرف عن مراحل تطور الإنترنت. نعم الإنترنت بدأ من المراحل البسيطة وهي من توصيل جهازين في البداية، ولكن لم يكن في الحسبان أو في التوقع بأن الإنترنت في المستقبل سيتوسع ويضم أغلب الوسائل منها وسائل التواصل والنقل وغيرهم. ولكن مع تطور الإنترنت تزداد الخطورة علينا أي الجنس البشري، لأن مع تطور الإنترنت تزداد الإشعاعات المنبثقة وهي إشعاعات الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى أضرار نفسية خطيرة مثل التعصب والتعلق في استخدام الإنترنت والجهاز المحمول في كل لحظة من الوقت. وبكل تأكيد بأن الأضرار ليست للأطفال فحسب، بل إلى كبار السن من الرجال والنساء أيضا الذين يمنحون الصلاحيات استخدام الانترنت والاجهزة المحمولة الى الاطفال من دون علمهم عن اضرار استخدام الانترنت والاجهزة، وذلك لان الاسرة في اعتقادها بان الجهاز المحمول سوف يوفر الالعاب المناسبة او افضل الالعاب للاطفال ويبعدهم عن البكاء. وايضا يمنحون الاجهزة للاطفال لان الاطفال تكون هادئة عند استخدام الانترنت. هنا رسم توضيحي يوضح مراحل الانترنت. كما تشاهدون في البداية بدأ الانترنت بكل بساطة من توصيل جهازين، وثم توسع في توصيل بنايات او عدد بنايات
من الاتصال مع بعض وتبادل المعلومات، وثم توسع أكثر، وثم شمل الهواتف، وأيضا أصبح إنترنت أشياء، وثم أصبح ذكاء صناعي كما تشاهدون، ضم السيارات الإلكترونية والبيوت الذكية، وأصبح يدخل في مطابخنا وأجهزة الأجهزة الطهي الطعام وغيرهم. وثم كما تشاهدون أصبح مثل موجة تحيط كوكب الأرض في المرحلة الأخيرة. ننتقل. أضرار شبكات الإنترنت العنكبوتية والهواتف المحمولة: أولا، يسبب لنا أضرار جسدية ونفسية. ثانيا، يسبب لنا ألم في العيون والانحناء وتقوس الظهر والتعصب والانعزالية والاكتئاب. ثالثا، يسبب لنا عدم اتباع جدول منتظم في النوم، مما يساهم إلى زيادة أوقات النوم المتأخر أو السهر الكثير. وأيضا السهر له أعراض نفسية وجسدية أيضا خلافا عن الإنترنت. ورابعا، يساهم في زيادة التعرض إلى الألفاظ المؤثرة أو المؤذية نفسيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الترفيهية الرقمية. وخامسا، يساهم في التعرض إلى الابتزاز الإلكتروني وجمع المعلومات لأغراض سيئة. وسادسا، يساهم في زيادة احتمالية التعرض إلى السرقة وانتحال شخصية وعرض الإعلانات الاحتيالية. والسابع، يساهم في زيادة التعرض إلى الاختراق والبرامج الخبيثة. وثامنا، يساهم في تقليل الحوار والمناقشة مع الأسرة والأصدقاء الواقعيين، وذلك لأن التواصل أصبح عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضية الرقمية. والتاسع، يساهم في زيادة العنف لدى الأطفال وكبار السن من خلال الألعاب الترفيهية الرقمية والأفكار الإجرامية. عاشرا، يساهم في تقليل أداء الواجبات اليومية من خلال الاهتمام في العالم الرقمي. 11، يساهم في محاربة الأفكار الجيدة ونشر الأفكار المغلوطة والكاذبة والاحتيالية. 12، يساهم في زيادة الارتباك وتركز الأفكار حول العالم الرقمي. 13، يساهم في تقليل الأمن والخصوصية السرية. 14، يساهم في تغيير السلوك الاجتماعي والحركي لدى الأطفال. 15، يساهم في تغيير أداء القدرات العقلية عن التركيز واستقرارية الأفكار. ننتقل هنا في الصورة التالية، ترون تأثير الشعاع بعد استخدام الهاتف لمدة 15 دقيقة. الشعاع الكهرومغناطيسي تركز في الصورة اليمنى باللون الأحمر كما تشاهدون. الشعاع تركز في مناطق الوجه وقرب الأذن أيضا ومنطقة فوق الأعين أو حول الأعين. وثم في الصورة اليسرى ترون بأن الشخص لم يستخدم الهاتف المحمول وكيف يعرض لنا بأنه الشخص الصحيح، والشخص في الصورة اليمنى بأنه الشخص الغير صحيح. ننتقل ما تأثير الهاتف على الأداء العقلي كما تشاهدون في الصورة في الجهة اليمنى بأن الشخص أو عقل الشخص لم يستخدم الهاتف، وكما ترون لم يرتكز الإشعاع الكهرومغناطيسي على العقل. وفي الجهة اليسرى ترون الارتكاز شعاع، ترون ارتكاز شعاع الكهرومغناطيسي في الصورة اليسرى على العقل كما ترون في الصف أو القسم الأمامي للعقل، مما يؤدي إلى ارتباك الأفكار والتشتت بين التنظيم واستقرارية الأفكار. وأيضا يسبب لنا الانعزالية أحيانا، وأيضا التعصب وعدم الحوار أو المناقشة في الحياة الواقعية، وأيضا قلة الكلام واللفظ بطريقة غير صحيحة. الآن ننتقل، ما فائدة الإشعارات في الهاتف المحمول؟ أو هل تسألت يوما عن فوائد الإشعارات في الهواتف المحمول؟ كما تشاهدون الإشعارات في الهواتف المحمول تساعد على إفراز هرمون الدوبامين، مما نستطيع أن نطلق عليه أو نسميه بأن الهرمون الرقمي أو الهرمون الإلكتروني. فإن الإشعارات ليست ظاهرية، الإشعاعات ليست ظاهرية بل هي خفية وتظهر عبر السنين المقبلة أو الزمن المستقبلي، وهي تظهر على الأمد الطويل، أي تكون مثلا 5 سنين أو 10 سنين أو مثلا 25 سنة أو للآخر. والأضرار تكمن في المشاهدة والاستماع والقراءة عبر الهاتف المحمول.
ولذلك ينصح بأن الابتعاد وقدر الإمكان من قراءة الكتب الملموسة وليست الرقمية. هنا في النهاية نلخص عن ماذا تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية. أولا، تؤثر على الأطفال والرجال والنساء في شكل سلبي. ثانيا، تؤثر على المرأة الحامل والجنين في داخل بطنها. ثالثا، تؤثر على عقولنا وقراراتنا أو من تنظيم أفكارنا. رابعا، تؤثر على الأعين والاستماع وانحناء وتقوس الظهر. خامسا، تؤثر على الحالة الاجتماعية والحركية والنفسية لدى الأطفال وكبار السن. سادسا، تؤثر على قلة النوم وزيادة أوقات النوم والمتابعة. وفي الصورة التالية ترون الإشعاعات الكهرومغناطيسية كيف تؤثر على العقل، وأيضا من ارتفاع ضغط الدم، وأيضا تؤثر على الاستماع، وأيضا على القلب وأعضاء أخرى. هنا في ماذا ينصح لاستخدام الانترنت بشكل صحيح. نعلم بأن الهاتف أصبح جزء لا يتجزأ من الوسائل اليومية، أي أصبح بمثابة تفقد الهاتف المحمول أمر روتيني نقوم فيه. ولا نعلم الموجات الكهرومغناطيسية الآتية والخارجة من الهاتف المحمول كم تؤثر علينا وتؤثر على الإسماع والأعين. بعد أن تعرفنا عن مخاطر الهاتف المحمول والموجات الكهرومغناطيسية، يتوجب علينا الآن أن نوضح ما هي النصائح لاستخدام الهاتف بشكل صحيح. وكما ترون في الصورة التالية بأن الشعاع الكهرومغناطيسي أصبح يحيطنا أو يحيط الجنس البشري بالأكمل، ويحيط الكوكب الأرض من الهواتف والتلفاز والحواسيب، وأيضا من أجهزة طهي الطعام والأجهزة المنزلية مثلا الإنترنت الأشياء وهكذا. الآن ما هي نصائح استخدام الهاتف بشكل صحيح؟ أولا، تقليل أوقات استخدام الهاتف المحمول قدر الإمكان. ثانيا، إيقاف الإشعارات للتطبيقات الغير مهمة. ثالثا، حذف التطبيقات الغير مهمة. رابعا، عدم النوم قرب الهاتف المحمول، وأيضا عدم وضع الهاتف المحمول أسفل وسادة النوم، وذلك لتقليل الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهاتف. خامسا، إطفاء الهاتف المحمول وشبكة اتصالات الإنترنت في الهاتف المحمول قبل النوم، وإبعاد الهاتف المحمول عن مكان النوم. سادسا، عدم استخدام الهاتف المحمول في التصفح واللعب للاتصال بمن تحب أثناء عملية الشحن، أي يجب أن لا نقوم في استخدام الهاتف المحمول والقراءة عليه أو الاستماع عند أثناء عملية الشحن. وسابعا، تقليل درجة شدة الصوت في الهاتف المحمول عند الاستماع. وثامنا، أيضا إبعاد الهاتف المحمول عن الأعين قدر المستطاع، وأيضا عدم النوم قرب الهاتف وعدم استخدامه قبل النوم، وأيضا عدم استخدامه بعد النهوض من النوم مباشرة. تاسعا، تنظيم الوقت بين الحياة الواقعية والشبكة الرقمية. عاشرا، محاولة تخصيص وقت للعب الرياضة وإن كانت 10 دقائق يوميا. 11، محاولة الابتعاد عن استخدام أو تفقد الهاتف المحمول بعد النهوض من النوم مباشرة. وينصح دائما بأن تكون 10 دقائق أو لتكن بعد النهوض من النوم تتجاوز 10 دقائق وبعدها نقوم في تفقد الهاتف المحمول أو من استخدامه. 12، محاولة تخصيص أوقات استراحة استخدام أو عند استخدام الهاتف المحمول. 13، محاولة مراجعة التقرير اليومي أو الأسبوعي في استخدام التطبيقات الاجتماعية الافتراضية، وينصح أن لا تتجاوز في الأسبوع الواحد 8 أو إلى 10 ساعات. 14، محاولة عدم استخدام الهاتف المحمول إلا 8 أو 10 ساعات أو يتجاوز 8 إلى 10 ساعات في الأسبوع الواحد. 15، محاولة تنظيم الإضاءة في الهاتف المحمول، وينصح في عدم استخدام الإضاءة الكاملة وذات الدرجة العالية. وأيضا، ما هي أجهزة المجال الكهرومغناطيسي؟ كما ترون بأن الأجهزة الكهرومغناطيسية امتدت من الهواتف المحمولة والأجهزة ومسجل الصوت أو المذياع والتلفاز، وأيضا أبراج أو أسلاك أو أعمدة لنقل الطاقة وشبكات الإنترنت، وأيضا من أجهزة طهي الطعام الكهربائية الميكروويف، وثم الأجهزة التحكم عن بعد والإضاءة، ومنها الإشعاع الصينية وأيضا الإشعاع تحت البنفسجية، وثم من النفايات الملوثة.
وبالرغم كانت الإشعاعات المنبثقة من الشبكات الإنترنت والخواطف بينها إشعاعات خفيفة، ولكن مع جمعها أو تراكم هذه الإشعاعات ودمجها تكون لنا إشعاعات خطيرة وإشعاعات ذات خطر جسدي ونفسي أيضا. وثم النوموفوبيا، المرض الإلكتروني الجديد ما هو؟ ولنتعرف عليه. النوموفوبيا هي التمسك والتفكك دائما في الهاتف المحمول، وعند الابتعاد عن الهاتف يصيبنا التوتر والملل، وإذا في حالة انخفض أو نقص مستوى الشحن في الهاتف يصيبنا عدم الراحة النفسية، وهو يعتبر الآن مرض نفسي، لأن في حالة الابتعاد عن الهاتف المحمول نحتاج إلى عودة إليه مباشرة، والذي يشعرنا في الراحة النفسية عند العودة إلى الهاتف المحمول. كما تشاهدون في الصورة التالية، الشخص أو الطفل متمسك في الهاتف المحمول ولا يقبل تركهم. الآن لكي نقوم في محاربة مرض النوموفوبيا النفسي، محاربة المرض النفسي الإلكتروني يجب علينا التوعية، لتكون التوعية للأسر قبل الأطفال، لأن الأسر من دورها أو تقوم بتقديم التوعية للأطفال بأسلوبها وطرقها الخاصة. نشارككم مقولة بأن الهاتف المحمول يعتبر هو هاتف ذكي صغير ومحمول ونحمله بأي مكان، ولكن يجب علينا نحن البشر نكون أذكى من الهاتف المحمول ونتحكم به ونتحكم في الإشعارات. وأيضا نكمل النقاط، ابتعد عن تفقد الهاتف المحمول دوما أثناء الوصول أي تنبيه أو إشعارات في الهاتف المحمول، الابتعاد عن النوم قرب الهاتف المحمول، والابتعاد أيضا عن تفقد الهاتف المحمول بعد النهوض من النوم لمدة 10 دقائق، الابتعاد عن استخدام الهاتف في الأماكن المغلقة، أي لا تقوم في استخدام الهاتف في الأماكن المغلقة، زيادة وقت التفاعلات الأسرية والجلوس معهم، الابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء الجلوس مع الأسرة. وفي الإضافة، الآن تقوم في منظمة الصحة العالمية أو WHO تقوم في تحديد مدة الإشعاعات المنبثقة من الهواتف وتحديد الرقم الإشعاعات المنبثقة، وهي إشعاعات الكهرومغناطيسية. وأيضا يعتقدون بأن الإشعاعات الكهرومغناطيسية تؤدي إلى السرطان المستقبلي. هنا كان معكم المدون التقني سرم السعد. نشارككم مقولة يقال بأن الإنسان عدو ما يجهل، فلا تكن أنت عدوا لما تجهل، أي تعلم ولا تجهل دائما، واقبل العلم الجديد. وفي الختام، شكرا لكم لإستماع المحاضرة والفيديو التوعوي، وأتمنى لكم الاستفادة من المحاضرة. أتمنى أن تشاركنا أسئلتك في قسم التعليق، وإن شاء الله سنجيبكم عن كافة أسئلتكم إن شاء الله في أقرب وقت. ولا تنسوا أيضا من مشاركة آرائكم، وكل عام وأنتم بخير، لأن اقتربنا من العيد تقريبا، تبقى 3 أيام أو 4 أيام لنا. كل عام وأنتم بخير. هنا تجد المصادر العربية ومنها أيضا أفلام قصيرة، وذلك وضعنا الأفلام القصيرة لأجل زيادة الوعي التقني. هنا أيضا المصادر العربية، وأيضا سوف تشاهد مصادر عربية ومقالات نتمنى قراءته، وهنا مصادر أجنبية ستشاهد أغلبها رفعت في منصة اليوتيوب، وهنا مصادر الصور لمن أحب في استخدامها في الفيديوهات القادمة. ومع السلامة.